إلى الضفة الأخرى من الأطلسي، وصلت سريعاً شظايا الحرب المندلعة على خط التماس بين روسيا والغرب. وفي الداخل الأمريكي، هواجس ارتفاع أسعار أعباء الطاقة سبقت أنباء المستجدات الميدانية للعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. الأزمة الأوكرانية لن تؤثر على أمريكا فقط، بل ستؤثر على أوروبا كلها، لأن سعر الوقود سيرتفع، وعندما يرتفع كل شيء فإنه يؤثر على مستوى المعيشة. سيكون التضخم مرتفعاً، سيكون سائقو سيارات الأجرة الأكثر تضرراً لأنها مصدر رزقنا. عليهم أن يفعلوا شيئاً، كما تعلمون كل شيء له تكلفة، إذا لم يتحركوا فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه. قد يكون الأمر مثل حرب عالمية ثالثة قادمة، لأنها ستؤثر على العالم بأسره. عبد الله ومن أمثاله من سائقي سيارات الأجرة خارج من محطة القطار الرئيسية في واشنطن، ليس الوحيد المتخوف من تفاقم تكاليف أعباء الوقود، فزميله في المهنة عباس يقر بارتفاع استبق حتى نذير الحرب بشرق أوروبا بأسبوعين. لقد بدأ بالفعل في الارتفاع منذ أسبوعين، دفعت عادة 3.25 دولاراً مقابل الوقود، نعم 3.25 دولاراً، اليوم 3.66 دولاراً. غير بعيد من المكان، ستصطف العشرات من الشاحنات العملاقة بمنطقة استراحة في مقاطعة جيسوب. هنا نفس المخاوف تسيطر على وارد، محملاً الحكومة الأمريكية مسؤولية مآلات الأوضاع. بالنسبة لأوكرانيا، زيادة أسعار الوقود وكل شيء آخر، لا أفهم لماذا يجب أن يرتفع السعر. من المفترض أن يكون لدينا كل هذه الوفرة من الوقود هنا في أمريكا، من المفترض أن نكون مكتفين ذاتياً، لذلك لا أفهم لماذا سيرتفع السعر، لا أعرف. ارتدادات الحرب الأوكرانية تطل على الداخل الأمريكي عبر نافذة الاقتصاد، لتراكم من متاعب أكبر اقتصادات العالم مع معدلات التضخم القياسية وغير المسبوقة منذ 4 عقود.